أحب أن أوضح للإخوة المشاهدين أن الأيام الماضية كان هناك اتفاق مبرم مع الأمم المتحدة في خروج العائلات، وكذلك بالتوافق مع ما يعرف بعملية الكرامة. كان هناك اتفاق على شروط معينة، كان الطرف الأول هي عملية الكرامة محدد مدة زمنية هي 12 ساعة في خروج العائلات، فوافق فريق مجلس الشورى على هذا الطلب وقدم الورقة والشروط إلى مندوبية الأمم المتحدة موقعة أطراف مجلس الشورى، وكذلك كان في توقيع مسبق من طرف عملية كرامة. انتظرنا طويلا تواصل، انتظرنا طويلا يرد علينا الأمم المتحدة. للأسف التعطيل كان من طرف عملية كرامة وسكوت رهيب وكان مفتعل من طرف الأمم المتحدة. كان هناك اتفاق ولدي المستندات ولدي ما يثبت ذلك. توافق تام كان على الشروط ما بين الطرفين. أول الشروط أن الطرف يكون طرف محايد دولي هو الذي يستلم العائلات، أن تكون مرأة ورجل من طرف عملية الكرامة في السفينة، وكذلك مرأة ورجل من طرف مجلس الشورى في السفينة للتدقيق في أسماء العائلات. أي اسم من طرف عملية الكرامة مطلوب لدى عملية الكرامة لا يخرج من شواطئ جنفودة. اتفاق كان نهائي موقع عليه طرف عملية الكرامة وموقع عليه الشروط ووافق عليه الأمم المتحدة وكذلك فريق مجلس الشورى. وجئنا للأسف بهذا العرض المقدم من مجرمي عملية الكرامة بالإخلاء في خلال ساعات معينة. هذا العرض مقدم من طرف واحد من طرف عملية الكرامة، مجلس الشورى لا علم لهم بهذا الاتفاق نهائيا. للأسف أعتبر أنه مؤامرة كبيرة جدا جدا على أهالي عملية جنفودة، مشترك فيها مجلس رئاسي، مشترك فيها الأمم المتحدة، مشتركين فيها، علما أن قدمت مذكرات لمحكمة الجنائية الدولية ومذكرات لمنظمة هيومن رايتس بهذا الشأن بهذا الخصوص.